زمايلنا في الجزيرة اللي بيقوموا برسالة إعلامية حقيقية، اللي بيقدموا المعلومة، اللي بيبقوا صوت للناس، اللي بيوصلوا الحال كما هو، بينحازوا للحقيقة، بينحازوا للكلمة الصدقة. ولكن يبدو لأن كلمة الحق صعبة وكلمة الحق بتوجع والانحياز للحقيقة بيوجع. الإسرائيليين قبل كده بقيادة بنيامين نتنياهو قفلوا مقر الجزيرة في القدس وفي تل أبيب، والنهاردة لأن برضو الكلمة الصدقة بتوجع راحوا يطردوا قناة الجزيرة في أرض غير أرضهم، راحوا للضفة الغربية وأغلقوا مقر قناة الجزيرة واستحضروا قانون من أيام الاحتلال الإنجليزي لما كانت سلطة الانتداب هي اللي موجودة في أرض فلسطين. وسلم لي على السلطة الوطنية، وسلم لي على الاستقلالية، وسلم لي على الديمقراطية. الديمقراطية زي ما بيقولوا ممارسة، وواضح أن في اتجاه الإعلام الصادق والصوت الحقيقي إسرائيل بتبقى زيها زي أي نظام ديكتاتوري قمعي إرهابي قاتل، عندهاش مشكلة في ده إنها تقمع وتقفل مكاتب لقناة بتنقل الحقيقة، مش حاجة تانية. الجزيرة بتفتح منبرها للصوت والصوت الآخر، ولكن اللي عملته سلطة إسرائيل امبارح في الجزيرة وإصرارها على مطاردة صوت الجزيرة وإصرارها على إغلاق الجزيرة بيأكد لنا على حاجتين. أولهم إن الإعلام الحقيقي موجع لكل مجرم. الإعلام الحقيقي قيمة مهمة جدا بيعرفها أو بيعرف قيمتها الشعوب، وبيكرهها أي ديكتاتور أو غاصب أو قاتل أو مجرم مهما كان اسمه في أي مكان في العالم. النقطة الثانية إن الشرق الأوسط يا عزيزي ما فيهوش ديمقراطية أو ما فيش واحد الديمقراطية أو ما فيش أخلاقيات تحمي صوت الحق أو صوت الناس أو الإعلام الحقيقي. كل دي شعارات، لما حد فيهم يتكوي بصوت الناس أو يهدد عرشه بصوت الناس يقلب عليهم ويبعت جنوده المغاوير علشان يقفلوا القنوات أو يقفلوا المكاتب الإعلامية. اللي عمله امبارح نتنياهو زي اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي من أول ما جاء، وزي اللي بيعمله الأنظمة العسكرية مش بس في السيسي وقبل السيسي ومش بس في مصر، في المنطقة العربية. نتضامن مع زمايلنا في الجزيرة وبنأكد وبنقول دايما إن الصحافة ليست جريمة، الصحافة الحرة شرف، الصحافة المنحازة للحقيقة والمهنية شرف. سيبك من الصحافة اللي في مصر والعياذ بالله، ولكن الصحافة الحقيقية شرف بتشرف أي حد بيشتغل فيها.